والتساؤل حول العدد الإجمالي. نحن في الطريق الآن إلى هذا الموقع في قرية أو في قرية أبو غالب أو مدينة أبو غالب التابعة لمحافظة الجيزة، وهي بالمناسبة متاخمة في حدودها مع محافظة المنوفية، وتتميز هذه المنطقة بالمشروعات الزراعية الكثيرة وخاصة مجالات التعبئة والتصدير وخلافه من خلال هذه المزارع. وعلى هذا الأساس كان معظم راكبي الحافلة الصغيرة أو الميكروباص من العاملات في هذه في إحدى هذه المحطات الخاصة. نعم تامر. لتعبئة الخضروات والفاكهة. نتابع معك يا تامر. طيب فقط أعذرني، نتابع وإياك على الشاشة الآن هذه المشاهد التي تردنا لمنطقة الحادث، سقوط السيارة من على متن العبارة. على ما يبدو أن هذه المياه التي كنت تصفها لنا يا تامر، التي وصفتها بأنها غير عميقة لكنها ضحلة، مما تصعب على فرق الإنقاذ رؤية الضحايا بحسب ما قلت، أنهم الآن في الأغلب ضحايا بسبب مرور الوقت، ومن الصعب العثور على ناجين بعد انقضاء هذه المدة وهم تحت الماء. العبارات أو المعديات التي يعني تعبر مثل هذا المجرى الملاحي الصغير هي عادة ما تكون مراكب عائمة تصطف حولها أو تصطف فوقها عفوا السيارات والأفراد كذلك، مراكب صغيرة أو عبارات صغيرة تحمل ما بين 4 إلى 8 سيارات في المرة الواحدة. طيب هل هناك معدات أمان؟ يعني هل يتم مثلا ربط السيارة لكي لا تتحرك أو تسقط؟ هل هناك أي إجراءات أمان وسلامة سواء للسيارات أم الركاب؟ الكثير شك من هذا الأمر، وخاصة أن هذا حدث تكرر. يعني إذا حتى على محركات البحث من السهل أن تجد حدث اليوم بطبيعة الحال هو الذي سيظهر أولا، ولكن إذا عدنا قليلا في البحث سوف نجد حادث في كفر الشيخ في شهر مارس، من بعد حادث أيضا في منطقة قريبة من هذه المنطقة في شهر أبريل، وهكذا. يعني بعض هذه المعديات مجهزة بسلاسل كحواجز على جانبي المعدية أو العبارة، والبعض الآخر لا، يعتمد هذا على الدخول وربط السيارة أو يعني استخدام مكابح السيارة نفسها في البقاء فوق هذه المعدية. وهذا الأمر يحدث بشكل يومي في عدد من المواقع. يعني هذا الموقع الذي أنا لا أعلم ما تشاهدينه، ولكن الذي تشاهدينه على الشاشة الآن هو موقع من عشرات المواقع التي بها معديات. الحوادث تتكرر ربما بسبب أخطاء فردية، كل حادث طبعا حسب ما يسفر عنه التحقيق.